عاجل تفاصيل تحديث فيسبوك الجديد وكيفية إغلاقه أثار تحديث جديد لتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الآونة ذلك لما تضمنه من خلق خصوصيات الأفراد وإعلانه معلومات خاصة عنهم أمام العامة، حيث تضمن التحديث خاصية جديدة من شأنها الاقتراح على المستخدم مشاركة الصور والفيديوهات التي تم التقاطها على جهاز هاتفه وسجلت في الذاكرة لتشارك بكافة تفاصيلها على العامة، سواء كان مكان التقاطها تفصيليا، كما تتضمن اقتراحات بنشر أماكن تواجد المستخدم والتفاصيل الخاصة به. والآن في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية إغلاق هذه الخاصية. أولا في البداية نقوم بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بحسابنا على الفيسبوك كما موضح لكم في هذا الفيديو، ومن ثم ننزل للأسفل قليلا ونجد كلمة اقتراحات مشاركة ألبوم الكاميرا، ثم نقوم بالضغط عليها. سنجد الإعدادات على هذا الشكل، يمكنكم قراءتها، ومن ثم تقوم بإيقاف هذه الإعدادات لتصبح بهذا الشكل. وهذه جميع التفاصيل الخاصة بتحديث فيسبوك الجديد. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ومن هذا الشرح. إذا كنتم قد استفدتم لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.